ايامك لا نرى. ومن داخل المؤسسة العالمية لقصور الضيافة الملكية مخازن الحج اشرف النحال مسك الختام لهذا المقام نعماني مصر الاول وقطب وعلم دولة التلاوة باتحاد اذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية وقارئ مسجد الامام عمرو بن العاص ونقيب قراء محافظة الفيوم فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني مسك الختام وليلة التكريم والتأبيد للحج حامد شمس فليتفضل قارئنا مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا
إنما لطعامكم
فما نطعمكم بوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها
وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قد ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان آه يا قوم يا قسوس
العظم والإخلاص القدس. واصبر يا عالم قول يا رب. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو ملحوظا واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. إنا نحن نزلنا عليك فاصبر لحكم ربك إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. الفاتحة.